أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسة للحكومة. جاء ذلك خلال لقائها في واشنطن مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط فريد بلحاج، حيث بحث الجانبان دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط مصر التنموية الطموحة. وأشاد بلحاج بالتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال ودعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري. وأشار إلى أن قرار البنك الدولي بدعم قطاع التعليم والصحة في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها.